السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا طريقة تفصيل وخياطة هذا الموديل هذا للبنوتات. بالنسبة للأفكار ديال العيد ممكن تخيطوا هذا الموديل هذا التنورة هكا بلي بلي وديروا معها واحد لا شوميز أو لا بلوزة من الفوق. إن شاء الله نخلي لكم في أول تعليق واحد الموديل كتشاركته معكم العام اللي فات، ومازال إن شاء الله موديلات بزاف غنشاركهم معكم هاد السنة هذه وفي هذا رمضان إن شاء الله. موديلات بالنسبة للحجابات ولا بالنسبة حتى للبنيتات كأفكار للعيد إن شاء الله. إذن هنا كيف ما كتشوفوا عندي التوب، هنا هذا التوب ديال الكريب، يعني عندي غير قطع ديال التواب الكيلو. انتم البنات إذا بغيتوا ديروا هذا الموديل ديال هاد التنورة راه خارج موضة، كيشتو بلي بلي كيديروه مع لي فيست أو لي شوميز البنيتات. خذوا التوب اللي يكون قاصح، مثلا التوب ديال البروكار، يعني التوب اللي تيكون غليظ شويه واقف باش كيجيو فيه داك لي بلي زويونين وكيجيو باينين. اذا بالنسبه لشحال غتاخذوا ديال التوب للبنيتات من 5 سنوات لتحت، نصف متر كافي لان العرض ديالو كيكون في العرض ديال التوب متر ونصف، فانتم الا خديتو غير نصف متر راه كافيكم. اذا هنا اثنيت التوب على 2 وغادي نحط القياس ديال الحزام. القياس اللي عندي هنا هو ديال طفله سنتين، حطيت لها في القياس ديال الحزام الربع 15 سنتيم. وغادي نضيف القيمه ديال لي بلي اللي غادي ندير هنا، زدت 25 سنتيم اولا 20 سنتيم على حسب شحال لي بلي غادي ديرو. صافي هنا غادي نحط الطول ديال التنوره، غادي نحط فيها 34 سنتيم، 30 سنتيم الطول ديال التنوره و سنتيم ديال الخياطه من الفوق و 4 و 3 سنتيم عفوا ديال العطفه اولا 2 سنتيم. المهم الطول نتوما كتحكموا في الطول ديال اولا في القياسات هنا صافي. والعرض غادي ندير ديال التنوره هو العرض اللي جاني الفوق، يعني الحزام زائد داك 20 اولا 25 ديال لي بلي صافي. وكنقطع هكا كيجينا قطعه مستطيله، هذه القطعه فقط ديال الامام، مازال غادي نفصلوا القطعه ديال الخلف لان انا عندي التوب هنايا ديال الكيلو يعني طروفه. نتوما غيكون عندكم غتقطعوا التفصيله مثلا غتفصلوا غتنيو التوب على 4 وتحطوا القياسات، القياس ديال الربع ديال الحزام وتزيدوا القيمه ديال لي بلي صافي. انا بهذه القطعه هذه غادي نفصل القطعه الثانيه، كنجيب الامام وهنا تنيت القطعه الثانيه على 2 وغادي نحطها بحال هكا وغادي نفصلها بنفس الطريقه. دابا غادي ندوزو باش نفصلو الباندا اللي غادي تجينا في التنورة. هنا الباندا بطبيعة الحال غتنقصوها من القيمة ديال الطول ديال التنورة. الباندا غادي نديرو في العرض ديالها، يعني العرض ديالها غيكون 8 سنتيم باش ملي كنتنيو على 2 كيبقى لنا 4 سنتيم. والطول ديال الباندا هو العرض ديال هو الدورة ديال الحزام، يعني غنحط هنايا التوب على 2 غنحط الربع ديال الحزام 15 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه. كنفصلو كذلك جوج ديال القطع قطعه للامام وقطعه للخلف. كنديروا المقاس بالنسبه للطريقه اخذ المقاس ديال الحزام بالنسبه لهاد التنوره هذه لانه ما فيهاش الخيط المطاطي، كناخذوا القياس مضبوط لان غنديروا فيه السحاب في الجانب. هنا صافي كنجي وكنبقى ندير لي بلي بهذا الشكل هذا. ممكن ديروهم في اتجاه واحد اولا كديروا وحده في هذا الاتجاه والاخرى في الاتجاه الاخر كيف ما كتشوفوا، كتحاولوا تجيبوهم نفس القياس. كيشتو هنا انا دايرهم غير بيدي، يعني عينكم ميزانكم كتحاولوا تجيبوا نفس القياس او لا كتراسيو بالطباشير باش يجيوكم يعني عبار واحد. وكي قلت لكم دائما بالنسبه للتوب البروكر او للتوب اللي واقف كيجي فيه هذا الموديل احسن، يعني من التوب اللي رقيق صافي. هنا من بعد ما كملنا الخياطه كيف ما كتشوفوا فاش كانت نيو على 2 كنحصلوا على نفس القياس ديال الحزام اللي هو 15 سنتيم. نفس الطريقه غادي نديرو الجهه الثانيه وهنا كنجيبو الباندا ديالنا وكنخيطو
كنخيطهم مع بعضياتهم، القطعه ديال الخلف مع القطعه ديال الامام، وكنجيبوا التنوره كنحطوا الجهه الامام على الجهه الخلف وكنخيطوهم من واحد الجهه فقط، ونخليو الجهه الثانيه مفتوحه لان عليها غادي نركبوا السحاب. صافي، غادي نجيبوا دابا غنركبوا البنده ديالنا. كناخذوا البنده وكنديروها من الظهر ديال الثوب، كنحطوا الوجه ديال البنده على الظهر ديال الثوب بهذا الشكل هذا، ونخيطوا على بعد سنتيم. شوفوا الخياطه ديال داك البنده غادي تجينا مع الخياطه ديال التنوره اللي في الجانب. صافي، دابا غادي نقلبوا داك البنضة على الوجه بحال هكا ونتنيو سنتيم. شوفوا تيبقى لينا العرض ديال البنضة 4 سنتيم، كتجي البنضة مفينية من الداخل وكذلك حتى من الوجه ديال الثوب. بالنسبة اللي عندها الثوب بحال هذا خفيف وبغات داك البنضة تجيها واقفة، فانتوما البنضة غادي ديروا لها لافيزلين باش تجيكم واقفة مزيان، او لا ديروا من الاحسن الثوب ديال اللي كيكون واقف، يعني ثوب سميك ديال البروكار او لا ديال الاطوال اللي لون واحد كيجي في التنوره زوين. صافي، من بعد ما ركبت الباندا ديالي دابا غادي ندوز باش نركب السحاب المخفي. غادي ناخذ السحاب ديالي، الوجه ديالو كنحطو على الوجه ديال التنوره كيف ما كتشوفوا بحال هكا، وكنتني داك الزياده ديال السحاب. هنا استعملت الدواسه اللي خاصه بالسحاب، كنبقاو غاديين وحنا كنخيطوا. صافي، القياس اللي بغينا، وكنثبتوا الغرزه. نجيو للجهه الثانيه كذلك كيف ما كتشوفوا الوجه ديال السحاب على الوجه ديال الثوب. وغادي نخيطوا بلا ما تجبدوا الثوب اولا تجبدوا السحاب باش ما يجيكمش فيه تموجات. هنا غادي نقاد السحاب ديالي باش المكان اللي وقفت فيه في الجهه الثانيه هو اللي غنوقف فيه في هذه الجهه هذه، ويجيونا مقادين. صافي، دابا كنسدوهم وكنكملوا الخياطه ديال التنوره من الجانب. صافي، كيجي بحال هكا، شوفوا السحاب كيفاش كيجي. دابا غادي نعاودوا على داك سنتيم الخياطه من الداخل، غادي نعاودوا عليه على الوجه باش ما يبقاش يخرج لينا ويجي ثابت. شوفوا السحاب كيفاش كيجي، ما كيجيش باين بزاف. دابا غادي نديروا العطفه، كانت 2 سنتيم، كنديروا عطفه رقيقه. وكنخيطو، وكيف ما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال التنوره، كتجي زوينه بزاف. هنا راني حددتها، شوفوا لي بلي كيفاش كيجي، وكتجي بحال لي كلوش، ومني كتلبس كيجيو هاد لي بلي نازلين بحال هكا، كيجي الشكل ديالهم رائع. وكي قلت لكم بالنسبه للثوب الا درتو الثوب لطوال واقف غتجيكم احسن واحسن، ممكن ديروها مع بلوزه اولا تريكو اولا فيست. ان شاء الله مازال نشارك معكم موديلات بزاف للبنيسات بحال هكا. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي، ما تنساوش تخليوا لي التعليقات ديالكم والراي ديالكم كيفاش جاكم الموديل ديال اليوم. نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.